السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال في طريق استكمال موضوعات المصطبة التكنيزية أو المصطبة بشكل عام. سنبحث في هذا الموضوع إن شاء الله كيفية أو الطريقة التي نكتشف بها كنز المصطبة الأثرية، وما هي العلامات والرموز التي تقودنا وتؤكد لنا وجود كنز في مصطبة معينة موجودة في منطقة أثرية أو على أطراف منطقة أثرية، بشرط أن تكون هذه المصطبة من النوع الحجري أو المنحوتة في الصخر. هذه المرحلة في غاية الأهمية، حيث سيقتصر بحثنا هنا على المصطبة الصخرية المذكورة في تفصيلاتها في الفيديو السابق، وندرس الطريقة التي نستطيع بواسطتها معرفة هل المصطبة تحتوي على كنز أم لا. ثم سندرس أيضا كما أسلفت في البداية الإشارات الدالة على ذلك الكنز، ولا أعني هنا موضوع المصطبة المدفنية، وإنما أعني المصطبة التي تحتوي على دفين لا يرتبط بقبر. نعود إلى الخطوة الأولى، وهي كيف نعرف أن مصطبة تقع في مكان ما يوجد فيها كنز. أولا، الشروط: يجب أن تشدنا المصطبة بشكلها أو بعلامة مميزة عليها أو بإبداع في عملية نحتها وتشكيلها، وأن تكون متميزة على ما حولها من معالم وصخور. نحن هنا سنتعامل مع المصطبة على أساس أنها صخرة مميزة، بالإضافة أيضا إلى أنها بطبيعتها مصطبة. بداية إخوة الأفاضل، المصطبة بحد ذاتها إشارة عامة على وجود كنز، يعني وجود مصطبة صخرية منحوتة وفي نحتها إبداع وتميز، وتكون متميزة بشكلها بين صخور المنطقة، فهي دليل قوي على أنها مصطبة تكنيزية، ولكن يجب توفر دلالات أخرى لقطع الشك باليقين. ما هي الإشارات والعلامات التي ترتبط بإشارة المصطبة؟ ولنسمي المصطبة هنا إشارة، ونعتبرها إشارة فعلية للأسباب التي ذكرتها. إذن المصطبة التكنيزية لابد أن تحمل إشارات محددة دالة على وجود كنز فيها أو تحتها أو قربها. طبيعة هذه الإشارات تختلف بحسب مكان وجود الدفين إذا كان في المصطبة أو حولها. فمثلا، إذا كان الدفين على شكل ران ويقع على سطح المصطبة، فلا بد من وجود إشارة ران، ومن إشارات الرانات الموجودة على المصاطب التكنيزية الجرن الواسع خفيف العمق، والذي لا يتجاوز عمقه 3 سنتي وقطره يتراوح بين 15 سنتي إلى 50 سنتيمتر تقريبا. هذا القياس بالذات يرتبط بكنز المصطبة إذا كان على شكل ران. هناك إشارة أخرى مهمة من إشارات رانات المصطبة، وهي 3 جرون صغيرة ومتقنة، قياس أقطارها لا يتجاوز 7 سنتي ولا يقل عن 5 سنتي، وأعماقها تتدرج بين 5 سنتي في حالة الجرن الأكبر و 3 سنتي في حالة الجرن الأصغر، وتقع في المعتاد على خط واحد ومتدرجة حسب قياساتها من الأكبر إلى الأصغر. هذه الجرون الثلاثة لابد أن يوجد في أحدها اتجاه مميز يشير إلى إشارة كبيرة نسبيا وليست بعيدة وعلى نفس المصطبة. سيكون الران الصخري في موقع على المصطبة بين الأجران الصغيرة والإشارة الكبيرة أو المميزة. قد يكون دفين المصطبة تحتها ومدخله من سطح المصطبة، أقصد أنه تحتها بمسافة أقل من مسافة ران، مثل عمق 3 أمتار أو أكثر، وفي هذه الحالة لابد من وجود إشارة تتناسب مع نوع التجويف الذي هو غالبا بئر.
حيث قد نجد جرن مخروط على المصطبة وليس حولها. هذا الجرن المخروط قد يكون قياس قطره كبيرا نوعا ما، مثل 30 سنتيمتر أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. يجب أن ننتبه هنا إخوة الأفاضل إلى أن جميع الإشارات التي تقع على سطح المصطبة التكنيزية أو جوانبها هي إشارات ثانوية ولا تعتبر رئيسة. بمعنى آخر، جميع الإشارات المرتبطة بالمصطبة لا تزيد عن إشارتين أو إشارة واحدة فقط. إذا كان مدخل كنز المصطبة جانبي، يعني قد يكون الدفين موجودا في أحد جدران المصطبة من الجوانب، في هذه الحالة فإن الإشارات المهمة الدالة على مدخل الدفين محدودة، ومنها الجرن الجانبي وبقياس متوسط أو صغير، وكذلك السيال العميق المنحدر. السيال العميق المنحدر يكون له مواصفات خاصة، فهو مميز وقد يكون مملس من الداخل بمادة مهمة كالرصاص أو الفخار أو مادة مائية. بشكل عام، وجود إشارة من إشارات الكنوز سواء كانت نفر أو حفر أو رسم على المصطبة يؤكد وجود كنز، ويكون باتجاه المميز من الإشارة وضمن حدود المصطبة نفسها. توجد ملحوظة مهمة جدا في هذا السياق: في حالة من الحالات المهمة قد يكون هناك كنز في موقع المصطبة ويبعد عنها مسافة متوسطة، مثل 30 متر أو 40 متر أو حتى إلى 100 متر، وهذا الكنز لا يكون لصاحب المصطبة في الغالب، وإنما لشخص آخر، وقد يكون من زمن لاحق حيث اتخذ المصطبة دليلا له على أساس أنها صخرة مميزة ذات شكل مميز وملحوظة من مسافة، ويمكن أن يعثر عليها بسهولة عندما يعود لاستخراج أمواله المدفونة. في هذه الحالة لابد من وجود إشارة اتجاه، وهي في الأساس تكون مرسومة على المصطبة، ويرسمها صاحب هذا الكنز البعيد عن المصطبة حتى لا يضيع اتجاه ومكان دفينه. وهنا يجب على الباحث المتمرس والمتميز أن يميز الإشارات ويفرزها التي وضعها صاحب المصطبة الأصلي على المصطبة، والإشارات التي وضعها اللاحقون على المصطبة ولأغراض متعددة. فقد نرى مصطبة عليها عشرات الإشارات أغلبها غير مفيدة باستثناء إشارتين أو ثلاثة فقط، وهذا هو المعقول. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.